السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف ازاي نرسم روف ويكون شكله مختلف شوية. خلينا نبدأ ان احنا نرسم ماس بالشكل دوت، واقول له امبليس ماس. هنبدأ نعمل ماس في قلب الشكل دوت اهوت. انا برسم في ليفل 2 اللي هو يعتبر السقف بتاع المبنى دوت، وممكن اقول له بقى موديل واقول له ان انا عايز ارسم من خلال التولز ديت. اهي اهي وممكن برضو نرسم 3 نقط تانيين او ناخدهم كده كلهم كوبي. من هنا لهنا وممكن ناخدهم برضو لهنا كده. وخلينا نشوفهم بقى في الثري دي عاملين ازاي. نقدر نتحكم في كل نقطة فيهم، ممكن نغير الارتفاعات بسهولة شديدة جدا. ممكن مثلا اهو نعمل سيلكت وننزل شوية ونعمل ده برضو سيلكت ونطلع بيه. زي ما انت عايز تقدر تعدل في كل النقط براحتك خالص. اي نقطة تقف عليها تبدأ تعدل فيها. طيب بعد كده بقى ممكن نمسك بقى كل دول ونقول له احنا عايزين كريت فور، يبدأ هو يوصل بالشكل دوت. طيب فينش ماس. طيب الفورم ده بقى ممكن احنا نعمل سيلكت عليه ونحوله لروف. ممكن نيجي برضو عند اركتكتشر ونقول له احنا عايزين روف، وهنلاقي روف باي فيس ونعمل سيلكت، هيبدا يعمل لنا الروف بتاعتنا. ممكن تيجي هنا بقى وتغير التايب بتاع الروف، ممكن تعمل دوبليكيت، ممكن تعمل حاجه رفيعه مثلا تغير السكنس بتاعتها. ممكن نيجي هنا ونقول له سلوب جلازنج، تمام. هتلاقي انها شكلها باص مش ماشي على نفس الخط. ليه؟ تعالى ندخل ونفهم القصة. هقول له ايديت تايب، هلاقي ان هو هنا مش عامل تقسيمات فعشان كده مش قادر يمشي عليها. فممكن اقول له لا انا عايز مثلا فيكسد ديستانس، واقول له خليها مثلا كل 500، وبرده هنا فيكسد ديستانس وخليها كل 600. الارقام دي مش ثابتة طبعا، يعني ارقام كده خلاص، تمام. هيبدأ يقسم فتبدأ تمشي معاها، ونبدأ بقى نختار شكل المليون اللي احنا عايزين نحطها. اهي بدأت بقى لما حصل تقسيمات بدأت تمشي معاك زي ما انت عايز. ممكن بقى نقول له هنا الانتيريور تايب، انا عايز اختار النوع دوت. طبعا انت تقدر تغير المقاس في اي لحظة لو هو عايز، وكذلك تقدر تعمل بوردر 1 نحله الناحية دي، وبوردر 2 اللي هو الناحية دي، وهكذا لو انت عايز تختار نوع مميز للحواف بتاعتك. فيطلع معاك بالشكل دوت. وممكن بعد كده تيجي تقول له انا عايز كل الحوائط ديت، اقف على اي حتة فيهم بالماوس كده، تمام، وقول له اتاش وعلم على السقف بتاعك، يبدا يمشي معاك بالظبط. ولما يجي يعمل حصر يديك مظبوط وكل حاجه. وخلينا نيجي هنا في الفي في واقول له اخفي لي الماس، كده كده مخفيه. ممكن تعمل سيلكت بقى على الجزء دوت وتقول له اعمله لي هايت، فيبقى لك بالشكل ده.
بالشكل دوت.